ايوه، وان كان بعض اهل العلم نعم يقول اصل فتوى المجامع في الفقه المعاصر ليست اجماعا. نعم ليست اجماعا، وكيف يتحقق الاجماع في ذلك العصر؟ من الصعوبه بحال ان يتحقق الاجماع في ذلك العصر، فاستعيد عنه بالمجامع الفقهيه المعاصره. ايه المجامع الفقهيه؟ ان نجمع الفقهاء من البلاد ونجمع معهم متخصصين ونجلس لمده يومين 3 ايام نناقش الامر من جميع يعني جوانبه.